دلوقتي تعالوا نتابع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان ايضا نتابع اهم الماتشات اللي هتتلعب في اطار الدوري الانجليزي والدوري الالماني لكره القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان دعوة للتراحم. وزارة الأوقاف شددت على جميع أئمتها الالتزام بموضوع الخطبة والمدة المحددة. النهاردة هتنطلق بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني رجال وسيدات المقرر إقامتها على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 18 وحتى 20 أغسطس الجاري. بيشارك في البطولة 12 دولة، هي مصر البلد المضيف وأذربيجان والهند والمغرب والأردن وقطر وتونس وأرمينيا وجورجيا وتايوان وكرواتيا ولبنان. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراة قوية في إطار افتتاح الجولة الثانية من عمر المسابقة، هيلتقي فيها نوتنغهام فورست مع شيفيلد يونايت الساعة 10:15. النهاردة العشاء الدوري الألماني موعدهم مع المباراة الافتتاحية للمسابقة، هيلتقي فيها بايرن ميونخ مع فيردر بريمن الساعة 9:30 بالليل.